السيد النائب محمد صلاح أبو هميلة. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيادة الرئيس. الحقيقة في البداية واجب وطني علينا أن نعلن جميعا ونؤكد على دعمنا الكامل وتأييدنا لما يتخذ فخامة الرئيس من قرارات وإجراءات وتدابير لحماية الأمن القومي المصري، ونثق في إدارته لهذه الأزمة بكل حكمة واقتدار. سيادة الرئيس، نشيد أيضا بالموقف الحازم والصلب لفخامة الرئيس بشأن إيقاف مؤامرة التهجير القسري للأخوة الفلسطينيين إلى سيناء، والتي تخطط لها إسرائيل بدعم بعض الدول الغربية تحقيقاً لهدفهم من تفريغ وتصفية القضية الفلسطينية من مضمونها. وأيضاً نشيد بالموقف الحازم لفخامة الرئيس الذي نبه إلى خطورة استمرار هذه الحرب في غزة، والتي قد تؤدي إلى مخاطر كبيرة تهدد السلام في الشرق الأوسط. إننا نؤكد على أن ما ترتكبه إسرائيل من استخدام القوة الغاشمة والإبادة الجماعية لسكان غزة باستخدام قنابل الفسفور الأبيض المجرم دوليا، واستهداف وتدمير المساجد والمستشفيات وأخيرا المدارس، لهي جرائم حرب، وقد أسفرت عن استشهاد أكثر من 3500 شهيد، بينهم أكثر من 1500 طفل، وإصابة أكثر من 13,000 مصاب من سكان غزة، وتشريد أكثر من 1,000,000 مواطن من منازلهم دون مأوى بعد أن دمرت منازلهم الطائرات والمدفعيات الإسرائيلية. وهو يعبر عن انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. إننا نطالب سيادة الرئيس المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن أن يتحملوا مسؤولية تاريخية عن هذه الجرائم وهذا العدوان الإجرامي، وأن يتدخلوا لإيقاف ذلك العدوان السافر على قطاع غزة والوقوف مع الحق الفلسطيني. نؤكد على دعمنا الكامل للشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية في حربها ضد الدولة الصهيونية، ونتقدم بخالص التعازي للإخوة الشهداء الفلسطينيين. وأخيرا سيادة الرئيس، وليعلم الكيان الصهيوني أنه لن يعيش أبدا داخل دولته في سلام وأمان إلا بعد أن يتحقق للفلسطينيين إقامة دولتهم على حدود 4 يونيو 67، وعندها سيتحقق السلام المنشود لكل دول المنطقة. وفي النهاية، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا فلسطين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.